السلام عليكم لافامي، صباح عليكم، مزيان بخير. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف على السيبورت كيف العاده. شوف الا كنتي اول مره غادي تشوف هذا الوجه، الا كنتي اول مره غادي تدخل عندي لاشين، ما تنساش هاد الدبل تاع دير سبسكرايب ودير جيم دير لايك. نطلعوا هاد الفيديو هذا ال 500 لايك ان شاء الله باش كل شيء يستافد. بالنسبه للناس غالبا غادي تكون نجحتي او غالبا غادي تكون مهتم بالقرعه الامريكيه او انك غتدفع او انك لربما ما كتابش وما جاش فيك القرعه هاد العام هذا، ولكن كن اكيد ان ربي كبير وان مازال الامل ان شاء الله وانه مازال ثم مازال شكون عارف لربما من العام الجاي ان شاء الله غادي تكون انت من المحظوظين. شكرا بزاف مرة أخرى للمشاهدة. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنحاول ما أمكن نشرح DS 260 لسنة 2021 وحتى الأسئلة الجديدة إن شاء الله. نحاول ما أمكن ما نطولش في الفيديو لأنه عارفين أنه DS جديدة فيها بزاف ديال الأسئلة وفيها أسئلة جديدة تضافت. داكشي علاش غادي نحاول ما أمكن في هذا الفيديو هذا غنحاول نشرحه كاملين. DS تقدر تفتحها فوق ما بغيتي، فوق ما درتي شي خطأ وبغيتي تفتحها تقدر تراسل كينتاكي بطبيعة الحال في 24 ساعة ولا 48 ساعة إن شاء الله كتفتح DS. غير هو حاول ما أمكن ما تسرعش، هي اللي كتبتي يلاه رسالة الفوز، فأنت مازال عندك الوقت في هاد الوقيتة اللي حتى الفيديو راه مازالين خدامين مع الناس ديال 2020 عفوا. بشوية عليك، خذ الوقت، دير قهي وحدك لأنه فيديو غيكون طويل طبعا وحتى الأسئلة طبعا. أعطيني عقلك إن شاء الله هادشي ساهل، ما تحتاجش أنك تمشي عند شي واحد تخلصو، هادشي تقدر ديرو أنت بوحدك من الدار، فقط ثق في راسك. يلا ليتس جو. المهم كيف كتشوفوا دخلنا للكيس نمبر، بطبيعة الحال الاستمارة الأكثر أهمية في هذه القرعة هذا والبروسيس. حاول ما أمكن شوية عليك، ما ديرش أغلاط، كاينينش أغلاط بسيطة، كاينينش حوايج نقدروا نراوغو ماشي مشكل، ولكن ركز بزاف وما ديرش ما تسرعش بزاف، خذ الوقت. تقدر تعمرها حتى من بعد شهر، من بعد جوج سيمانات ثلاثة سيمانات، حتى واحد ما كيزيرك أو كيدفعك أنك تعمرها في أقرب وقت. بالنسبة للكيس نمبر، الكيس نمبر كيف قلنا كنبقاو نحطوه بلا أصفار. من بعد ما كندخلو كنلقاو enter the principal applicants، يعني كندخلو السيرنايم اللي هو الكنية، ندخلو الكنية كيف العادة. فهنايا في enter the principal applicants date، هنا في الأول كندخلو day يعني النهار، من الوسط الشهر، ثم العام. هو كيكون الأبوزيت يعني كيكون العكس ديال داكشي اللي كنا كنديروه في المغرب. سو غادي ندخلوا النهار. اوف الكترونيك ديفيرسيتي فيزا، هنا فين كندخلوا هذاك الكود كونفيرميشن ديالك باش تدخل تشوفي القرعه. هنا ام ذا ابليكانتس، يعني بالنسبه للناس اللي ناجحين في القرعه وبغوا يعمروا الاستماره ليهم كيبركوا الابليكانتس. بالنسبه للاتورني مثلا الا كان شي واحد محامي ولا شي واحد او ثيرد بارت ايجنت، شي واحد يعني لربما يقدر يكون راجلك اللي ما شادش في القرعه او شي واحد كتعرفوا. المهم اختار ابليكانتس، كندخلوا الكود اللي عندنا هنايا يو اس CGX. من بعد ما كندخلو كنلقاو الكيس نمبر ديالنا الفوق، كنلقاو المعلومات ديالنا كاملين، كتلقى السمية ديال الناس الشخص اللي ناجح. وكيف كتشوفوا الفوق كاينة added applicants. added applicants باش نزيدو نشرحها قبل ما ندخل نعمر للدي اس. بالنسبة لادد applicants هما مثلا اللي كنتي غادي تدخل مثلا راجلك او تدخلي مراتك، دخل مراتك وتزيد دخل ولادك. سو اون فوا كتدخل مثلا تبرك مثلا لادد applicants، يعني هنايا كتبرك لادد applicants، كتختار العلاقة اللي بينك وبينها زعما واش سباوس يعني واش راجلك او مراتك، وهنا تشايلد الا كان ولدك. من تحتها كتدخل surname، surname دائما اللي هو الكنية، given name اللي هو الاسم، بالنسبة للجندر الا كان مثلا واش ذكر ولا انثى، بالنسبة للديت اوف بيرث يعني ديال الازدياد اللي بطبيعة الحال دائما كيبدا بالداي كيف كتشوفوا، الداي ثم المانث ثم مانث ثم ييرز يعني سنوات. هنا الكونتري اوف بيرث، هنا كتختار الدولة اللي تزادت، اللي هنا كتختار الدولة اللي تزاد فيها البارتنر يعني الشريك ديالك اللي هو يا اما في المغرب او الجزائر على حسب. من بعد كتبرك سابميت، ومن بعد كتدخل ديريكت عادي. سو حنا دابا حاليا غادي نبركو في اما غادي تلقى ان كومبليت، حيت الا كنتي ديجا دخلتي، انا ديجا دخلت لهاد الدي اس ديال الصديقه ديالي اللي سميتها خاوله الله يسهل عليها حتى هي ان شاء الله. سو بالنسبه فاش كتكون اول مره كتبقى تلقى ستارت ولا كومبليت، يعني هنايا تلقى ان كومبلكس كتبرك عليها.
من بعد ما كتبرك عليها كتجي ديريكت لهنا للسير نيم. في الاول سير نيم كتلقى السير نيم كيف قلنا هو الكنيه. نفترض وندير كنيتي جدي give name الاسم سفيان full name in native Arabic alphabet. يعني الا بغيتي تكتب اسم ديالك باللغه العربيه كتبو. ما بغيتيش تكتبها تقدر تبرك على does not apply وتكمل عادي ما كاين حتى شي مشكل. سواء نخليوها هكا هي نبركت على does not apply. هنا قالوك have you ever used any other names like قالك هنا واش ديجا خدمتي او خدمتي شي اسم سابقا ولا كان عندك شي اسم قبل. بطبيعة الحال الا ما كنتيش داير الاسم قبل بطبيعة الحال حنا المغاربة اغلبيتنا ما كنبدلوش الاسم سو غادي نديرو نو. الا كنتي بدلتي الاسم غدير ياس وغادي تكتب علاش او اش من اسم. هنا current marital status هنا تيقولك يعني الحالة ديالك واش متزوج او single. هنا يعني واش ارمل. هنا ديفورس يعني مطلق. هنا legal separated يعني الا كنتي هنا قالك legally separated يعني واش مطلق يعني طلاق قانوني. المهم كتختار بالنسبة لي نختار single يعني سيليباتير يعني وحيد. so date of birth غادي نختار النهار. غادي نختار النهار فين تزاديت. تختاروا اي نهار. المهم دابا انا كنخربق ما كندخلش بطبيعة الحال المعلومات ديالي. so هنا city of birth يعني المدينة اللي تولدتي فيها. نختار مكناس. هنا state province of birth هنا الولاية ديال اللي كتنسمي ليها المدينة ديالك. سو بالنسبة حنا هي مكناس. حنا كنقولو مكناس فاس. انا في واخا مكناسي ما كنتش درت فاس وخليتها مكناس. مكناس هنا country of region of birth اش من بلد تولتي فيه. سو هنا كتختار الدولة. انا اختاريت المغرب. تقدر تختار على حسب انت واش الجزائر ولا المغرب. هنا كدير next يعني personal to. هنا ال country region of nationality يعني الجنسية ديالك. غادي نختارو المغرب. هنا document type يعني اش من وثيقة غادي تكمل بها ال travel documentation يعني. وبطبيعة الحال غتختار الباسبور اللي هو اللي غيكون المساند ديالك. هنا غادي دير شي. هنا غدير الاي دي. راه دائما تيكون عندك الاي دي اما في الظهر ديال الباسبور ولا تيكون حتى في الوجه ديال الباسبور يعني حدا التصويرة ديالك. سو غادي نختارو شي رقم عشوائي حيتاش كيف قلت لكم هادي غير كنعطيكم مثال. سو كونتري اوف اوثوريتي يعني تيقول لك يعني الدوله اللي طبعت لك هذا الباسبور. طبيعه الحال المغرب. هنا فوقاش تطبع لك الباسبور يعني فوقاش خرجتي الباسبور كتختار النهار. اختاروا كيف قلت لكم اي نهار نختار اي شهر. انت غادي تختار طبيعه الحال الرقم اللي عندك ديال النهار فوقاش خرج الشهر والعام. وغالبا غيكون البدايه ديال النهار وبدايه الشهر هو الاخر ديال الاكسبيريشن يعني الاخر الخمس سنوات يعني باش غيتسال الباسبور. سو نفترضوا درتو في 2020. هنايا نختار انني نفس النهار اللي هو 7 مانث ماي. هنا ندير 2025. Do you have or have you held any nationality other than the one you have indicated above? هنا في السؤال قالوا لك واش ديجا يعني كانت عندك شي جنسية أخرى أو عندك شي باسبور يعني ماشي جنسية أخرى. سو غادي بالنسبة لطبيعة الحال ما كانتش شي جنسية من غير المغرب. سو غادي دير نو. غادي دير address and phone. بالنسبة ل present address الخانة ديال present and previous address information. هنا street address غادي تختار الادريس فين ساكن انت دابا حاليا اش من بلاصة في مكناس ولا في المغرب. المهم نختارو حنا مكناس شي لعبة برج مولاي عمر فين كنت ساكن انا. سو سيتي غنختار سيتي غادي نختار مكناس. بالنسبة ل state of province كيف قلت لكم يعني الولاية غادي تختار الولاية. البوستال يعني الزيب كود ديالكم ديال المدينة. الكونتري اوف ريجن غادي تختار المغرب الا كنتي في المغرب. كنتي في الجزائر اختار الجزائر. بالنسبة ستارت ليفينغ هير هنا قبل ما نكمل هكا غادي يكونوا شي معلومات هنا اللي يكونوا فعلا خاصك تركز فيهم بزاف باش ما ديرش فيهم شي غلط. حيت الا درتي فيهم شي غلط غيقدروا يحاسبوك وتقدر تجيبها في راسك. كاينين شي حوايج اللي غنشرحهم ونزيد عارف بلي ماشي شي كبار ولكن المهم حاول ما امكن ما تغلطش. started living يعني فوقاش تزاديتي فوقاش عفوا بديتي تسكن في هاد الادريس هذا اللي عطيتيهم هنا الفوق. سو بالنسبه ليا انا من نهار تزاديت وحنا في دارنا الحمد لله يعني ما عمرني نحلت. سو غادي نختار فوقاش تزاديت في جون 1994.
بالنسبه الى كنتي مثلا يعني عندك شي ادريس اخر غادي نقزو السؤال الاخر قالك previous address have you lived anywhere other than this address since the age of 16. هنا في السؤال ركزوا معايا مزيان قالوا لك هنا have you lived قالك واش عمرك عشتي في شي مدينه اخرى او شي عنوان اخر في العام اللي كانت عندك 16 عام يعني واش من بعد فاش وصلتي 16 عام واش رحلتي شي بلايص اخرين واش ولا رحلتوا لشي بلاصه اخرى شريتوا شي دار اخرى سو بلا كنتي فعلا رحلتي او كنتي كترحل بزاف غادي دير ياس وغتقدر تزودهم شي جوج ديال لي زادريس او ثلاثه ماشي بالضروره دير كلشي سو دير لهم واحد ولا جوج على حسابي الا بقيتي عاقله مابقيتيش عاقله ماشي مشكل سو بالنسبه ليا انا ما عمرني رحلت سو غادي ندير نو كيف العاده وغادي نهبط هنا لتحت هنا الفون برايمري فون هنا غادي دير نمرتك سو غتختار اي نمره كيف قلت لكم وهنا حاول ما امكن دير جوج اصفار اللي هي البلوس 6 المهم شي رقم بحال هكا سيكندري فون نمبر ما عنديش لكن عندك شي رقم اخر بغيتي ديرو ديرو بالنسبه للفون نمبر يعني ما يصونيولكش هما ما غايقولوك هو ما يصونيولكش هما ولا شي حاجه ولكن في الحاله ديال 2020 كان واحد الشخص كان فاش مشى يدفع مشى دوز المقابله كان هذوك الروسي باش كيخلص الفيز فوسط المقابله كان نساهم في جيبو ما عطاه لهمش وبطبيعه الحال خاصك تعطيهم في المقابله وفاش تشيكاو كايا ما لقاوش وصونوا عليه تمتم يعني صونوا عليه باش يجيو عندهم ويعطيهم الروسي يعني انه راه خلص الفيز سو هنا فين كينفع الرقم ديال التليفون ديالك سو في حالتي الا كانت مثلا شي حاجه وقعت في القنصليه ولا شي حاجه تمتم تيصونوا عليك او مثلا لا قدر الله وطحتي في شي اجراء اداري ولا شي حاجه يقدروا يتواصلوا معاك يصونوا عليك ويقولوا شنو كاين يعني الوثائق ديال الجهاز والله يحفظكم منه Have you used any other telephone's number during the last 5 years? واو سؤال جديد هنا قالوا لك واش عمرك خدمتي شي رقم تليفون اخر في السنوات الخمس سنوات السابقه واش عمرك خدمتي شي رقم تليفون اخر الا كنتي نعم غادي دير ياس وغتختار لهم جميع الارقام اللي غيعطيوك هنا غادي دير لهم الرقم القديم اللي عندك وغادي دير عاوتاني اللي كانوا عندك ارقام اخرين غادي دير added another وغادي تختار رقم اخر المهم دير لهم جميع الارقام واخا ما يبقاوش عندك واخا ما يكونوش مازالين عندك ديرهم ايدير اتونسيون عندك شي واحد يكون تيخدمهم ويدير لك شي مشكل وتصدق انت اللي المهم الا ما كنتيش عاقل دير نو وهنا غادي نختار ريموف حيتاش ما عنديش سو نهبطوا للثاني الايميل ادريس ايميل ادريس ايميل ادريس ايميل ادريس قلتها ثلاثه المرات اهم الحوايج من اهم الحوايج هو الايميل ادريس علاش حيت هاد الايميل ادريس هو هكا باش غتواصل مع كنتاكي كنتاكي غتبقى تجاوبك مثلا باللي الدي اس ديالك يعني داس البروسيس راجعوها تكونفيرمات مثلا الوثائق سيفتيهم وداك الشيء غيقول لك تكونفيرما كلشي هاد الايميل هذا هو الطريقه او البرج او الجسر الوحيد اللي كيوصلك ما بينك وبين كنتاكي يعني هو الوسيله اتونسيون 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 حاول ما امكن الادريس ديالك تخبعو كتبو فوراق علقوا في الحيط اون جينيرال لادريس خبعوه 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 بزاف خبي على لادريس خبي على لادريس ما تنساش سو مهم نخربقوا كيف العاده gmail.com have you used any other email address during the last 5 years another question i mean هاد السؤال هذا جديد عاوتاني راه فاش قلت لكم جديد راه ما كانوش عندنا حنا في 2020 سو الا كان عندك شي ايميل ادريس اخر دير يس كيف العاده بحال الشكل ديال التليفون نمبر غادي تكتبوا لهم هنا الا ما كانش عندك دير نو وكمل السوشيال ميديا يا سلام على السوشيال ميديا سو السوشيال ميديا حتى هي من الحوايج الجداد اللي دخلوا حاول ما امكن كيف قلت لكم الفيديو السابق نقيو الفيسبوك ديالكم يعني ما تبارطاجوش شي حاجه اللي خايبه حاولوا ما امكن الناس اللي عندكم يكونوا كتعرفوهم ما كيبارطاجوش شي حاجه حتى هما خايبه لانهم هادشي كامل غير يرجع لك انت تجيبها فراسك سو سوشيال ميديا غادي نختاروا مثلا عندك الفيسبوك الفيسبوك بالنسبه لكيفاش غادي نحطوا الفيسبوك هنايا سو الفيسبوك او الانستغرام يعني كامل مثلا دابا الانستغرام ديالي هو هذا مثلا دابا هذا هو الانستغرام ديالي سو غادي ندير سلاش سلاش سوفيان سو هذا هو الانستغرام ديالي الانستغرام ديالي ركزوا معايا مزيان فمثلا نفس الانستغرام نفس الفيسبوك نفسهم كاملين غادي نجي وغادي نختاروا ما بين هاد الاخيره اللي مور سلاش كيف كتشوفوا غادي ندير لا كوبي وغادي نجي ولا البلاصه ديال السوشيال ميديا غادي نختاروا هنا الانستغرام في الانستغرام هنايا وغادي نبركوا على هادي ديال السوشيال ميديا وغادي نديروا لا كوبي ذاتس ات بنفس الشيء الفيسبوك فيسبوك حتى هو غادي نختاروا الفيسبوك راه كاينين بزاف اللي كيعطيكم هنايا ماشي غير الفيسبوك ولا الانستغرام كاين ريديت كاين تويتر كاين يوتيوب كاملين ديرهم
طبيعة الحال هادو كيرجعوا لهم في الوقت اللي كيكونوا مثلا شكوا فيك ولا شكوا في شي حاجه. سو الفيسبوك تا هو نفس البلان، غادي نديروا او هنا درت اللعبه. المهم facebook.com صافي، وكدير فوق ما عندك شي حاجه اخرى دير ادد انذر other social media. Do you wish to provide information about your presence or any other websites or applications you have used within the last 5 years to create or share contents, photos, video status, updates? Yes. مثلا لو كانت عندك شي حاجه اخرى من غير الفيسبوك، من غير اليوتيوب، من غير تويتر، من غير الانستغرام، من غير داكشي كامل اللي عطينكم في لا ليست، سو كتجي لهنايا كتبرك لهم الاذر سوشيال ميديا، كتختار لهم مثلا يعني البلاتفورم اللي هو الاسم ديالو، مثلا شي حاجه ما عطينا لكمش هما في هذه الليست هادو اللي قلنا هنا سابقا اللي هما هادو. فمثلا كنتي كتستعمل شي حاجه ما عطيناكش هنا في هذه الاوبشنز هادو، غير كتجي لهنا وكدير لهم السميه ديال ديك الموقع اللي كتستعملو، وكتجي لهنا الاذر سوشيال ميديا ايدنتيفاير. الايدنتيفاير هو اللي قلنا هنايا كنرجعوا، فمثلا اي بلاتفورم كتستعملو كيكون عنده الويب سايت، دائما كيكون عنده سلاش، وكتكمل داك الكود الاخراني اللي هو كيقصد البروفايل ديالك. سو غادي تجي وغادي تكتبوا لهم هنايا، ما كانش عندك غادي دير لهم نو. سو كتجي لهنا وكتبرك الميلينغ بيرمننس. هنا از يور ميلينغ ادريس از ذا سيم اور ذا سيم از يور بريزنت ادريس. هنا قالوا لك واش الايميل ديالك او الميلينغ ديالك، عفوا الميلينغ اللي هو مثلا يعني العنوان ديالك فين ساكن دابا في الدار، واش يقول لك واش هو يعني نفس هذا اللي عطيتيهم دابا، او انك دابا حاليا راك تحولتي لشي بلاصه اخرى. سو الا كنتي مثلا في نفس العنوان اللي عطيتيهم سابقا في البريزنت، غادي دير لهم يس. وهاد الخانه بطبيعه الحال في 2020 ولا قبل ما كاين حتى شي مشكل دير لهم يس ولا نو، ما كاين حتى شي مشكل. سو الا درتي الا مثلا تبدلتي ولا رحلتي غادي تبرك نو، وغيعطيك واحد لي زوبسيون اخرين كيف غتشوفوا هما هادو. نفس البلان يعني غادي تخليها يس وغادي تهبط لتحت، وهنايا permanent please provide the following information on where you intend live after arrival in the United States. يعني تيقولك عافاك زودنا بالعنوان او المعلومات اللي غادي تمشي ليهم لامريكا، يعني مثلا داك العنوان ديال داك الشخص المستضيف اللي غيصادفك في امريكا، حاول تدخلنا لادريس ديالو. سو هادي هي الخانه فين غتحط لادريس ديال داك الشخص اللي غيستقبل الوثائق ديالك في امريكا. طبيعة الحال ماشي هو الضامن ولا شي حاجه، هو واحد الشخص غادي يستقبل الوراق ديالك من بعد غيصيفطهم لك. سو نيم اوف بيرسون كيورنت ليفينغ ات ادريس. هنا غادي نكتبوا السميه ديال اخونا اللي غادي يستقبلك، اوف ذا بيرسون كيورنت بلا بلا بلا. هذا هنا الاسم ديال داك الشخص المستضيف، وهو غيسولو عليك، يسولوه حتى في القنصليه غيسولوك عليه فين كيخدم وشنو كيدير، هادشي كامل ان شاء الله غنزيدو نتطرقوا له من بعد. سو نفترضوا سميتو بوجمع، تحيه للناس بوجمع، تحيه لكاع اللي سميتو بوجمع. اليو اس ستريت ادريس، نفترضوا كتحط العنوان يعني فين ساكن هو، شي لعبه دات جي سياتل. هنا سياتل ان جنرال، المهم سياتل 25 فيت، هادشي كامل غير بحال اللي كنعطيكم مثال. هنا مثلا اللي كان العنوان اللي كيعطيك طويل بزاف يعني ما غيقدكش، تقدر تكتب النص ديالو في الاول، وهنا كتجي تكتب الكماله ديالو، كتبوا المدينه هو فين ساكن، يعني مثلا نفترضوا انه هو في سياتل. ستيت نختاروا اشمن ولايه هو، فمثلا يعني الا كان مثلا في هيوستن فور اكزامبل، يعني غتكون الولايه ديالو هي تكساس. مثلا سياتل الولايه ديالها هي واشنطن ستيت، سو غادي نبركو واشنطن. هنا زيب كود ديال الاريا يعني ديال المنطقه، هنا ضروري من الرقم التليفون ديالو، بطبيعه الحال غادي يكون حتى في ديك الورقه اللي غتديها للمقابله، غادي يسولوك على عطيني الورقه ديال المستضيف اللي كيكون فيها الاسم ديالو كاملا، كيكون فيها العنوان ديالو هو فين ساكن، كيكون الرقم ديال التليفون ديالو. سو غادي نكتبو الرقم ديالو، شي رقم هكا. المهم راه هادشي كامل كيف كندير لكم، غير كنخرب كنعطي مثال ولكن كنشرح. المهم هو شرح شنو غادي تعرف دير في ديك الخانه. هنا is this address where you want your permanent residence card green card mailed. هنا تيقول لك واش هذا هو العنوان في بغيتي نصيفطو لك يعني الجرين كارد ديالك، يعني البطاقه الدائمه، او بطبيعه الحال فين غيكون حتى السوشيال سيكيورتي ديالك، يعني بطبيعه الحال كدير يس. هنا كنلقاو الفادر يعني السير نيم، هنا كنديروا الكنيه ديال الاب ديالك، الاب ديالي الله يرحمه. سو دعيو معاه في هذا الفيديو، هذا دعيو معاه بالرحمه. هنا الجيفن نيم، هنا الاسم ديالو، هنا الديت اوف بيرث، يعني مثلا بزاف ديال الناس الاباء ديالهم ما كيعرفوش فوقاش عندهم، فوقاش تزادوا بالنهار ولا الشهر. سو هنايا كنجيو كنختاروا مثلا دو نوت نو، يعني مثلا دو نوت نو، او مثلا تقدر تكتب مثلا العام، وتقدر مثلا دير شهر واحد في واحد. هنا السيتي اشمن مدينه يعني تولد فيها، الا ما عرفتيش تدبرك على دو نوت نو.
هنا تيقول لك states أو province يعني إلا ما كنتيش عارفة تيدير لا do not know. هنا تيقول لك country أو region يعني أش من دولة هو الجزائر. في المغرب نخسروا المغرب كيف العادة. هنا تيقول لك is your father still living يعني تيقول لك واش الأب ديالك مازال حي. طبيعة الحال أنا كنت كتبت لهم no. تمنيت وكان شاف هاد الوقت أنني فين تغربت ولكن للأسف ربي كبير. هنا تيقول لك يعني انفو مثلا الا كان الا مازال حي كتكتب لهم يس وتيقول لك يعني عطينا العنوان ديالو فين ساكن حاليا دابا يعني غدي لهم العنوان ديالك الا كان ساكن معاك غدي لهم العنوان ديالك نفس المعلومات اللي امرنا سابقا. الا كان مثلا ميت غادي دير نو وغادي تختار اش من سنه هو توفى. هنا المادر هنا المادر هنا سيرنيم كيف العاده يعني الكنيه يعني هنا كتختار لك هنا عاوتاني الجيف نايمز يعني الاسم ديالها. هنا الديت اوف بيرث يعني فوقاش تزادت كيف العاده النهار والشهر. الا ما كنتيش عارف دير شهر واحد شهر واحد ودير العام فوقاش تزادت هي 1999. هنا بلايس اوف بيرث يعني سيتي ما تنساوش دكو القهوه انا ندك دابا باش نتوما تدكاو يلا تنفسوا شويه راه مازال طويل هادشي يعني. الله ان شاء الله العام الجاي ولا هذا العام ان شاء الله غتكون انت هنايا وفي امريكا وكتشرب قهوه وكتعاون الناس ما تنساش عاون عاون عاون. سو هنا البلايس اوف بيرث يعني السيتي. هنا السيتي تختار المدينه تكتبها لهم عندي لهم انا ما ادونت نو يعني ستيت يعني الولايه كتب لهم الولايه انا ادونت نو. المهم الا ما عرفتيش دير لهم ادونت نو عرفتي كتبها لهم. الكونتري اوف ريجن او ريجن يعني الدوله بطبيعه الحال تختار المغرب او الجزائر مراكو 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 اوبس مونتيسرات نو اتس مراكو. از يور مار از يور مادر ستيل ليفينغ اوف كورس الله يطول في عمرها الله يطول في عمر جميع الامهات يا رب. از يور مادرز ادريس ذا سيم از يور فادرز ادريس يعني يس. هنا قالوا لك يعني قالك واش العنوان ديال الام ديالك يعني نفسه العنوان ديال الاب ديالك يعني طبيعه الحال انت في الاول فاش دخلتي الاسم يعني الاب وهنايا كيف كتشوفوا يعني هنا فاش دخلتي هنايا فاش قالوا لك يعني is your father living راه فاش تدير لهم yes كتدخل العنوان ديالو فين ساكن اللي هو انت ساكن فيه دابا الا كنتي اللي كان ساكن في داك العنوان. الا مثلا درتي نو كدير 2016 يعني 2000 يعني زعما العام اللي توفى فيه وهذاك العنوان هو اللي كيقول لك يعني واش العنوان ديال اللي كنتي دخلتي في الاب ديالك واش هو نفس العنوان اللي ساكنه فيه الام ديالك. الا كان هو غادي تدير yes كيف العاده هنايا وغادي تزيد وكتب العنوان عفوا. هنا غادي تكتب العنوان فين ساكن هو فين ساكنه هي عفوا. هنا الكل كان عنوان طويل غتكملوا هنا. هنا السيتي كيف العاده هي المدينه. هنا ستيت اوف بروفنس الولايه الزيب كود. وهنا الكانتري اوف ريجن يعني مراكو ديك ديالك. دو يو هاف اني بريفيوس سباوس يعني مثلا واش قال لك واش ديجا كنتي مزوج يعني مثلا ما عمرك كنتي مزوج غادي دير نو ولا كنتي مزوج غادي دير يس وغادي تدخل المعلومات ديالو. سو غادي نرجعو غادي نديرو نو كيف العاده غادي نديرو تشيلدرن الاولاد. دو يو هاف اني اذر دو يو هاف اني تشيلدرن الا مثلا تيقولك هنا واش عندك الاولاد. الا ما كانش عندك غادير نو غادي تكمل. بالنسبه للي عنده الاولاد غادي يدير يس غادي تختار نمبر اوف تشيلدرن يعني شحال من ولد ولا شحال من بنت عندك. سو غادي نرجعو غادي نديرو نو حنا في الاول حيتاش ما عندناش الاولاد. الدي اس ديالهم تيكون شي مره ثقيل بسبب الضغط. سو هاف يو ايفر بين ان ذا يونايتد ستيتس قالك واش عمرك مشيتي لامريكان من قبل. الا كنتي نعم غادي ديرهم يس الا كنتي لا غادي دير نو. هاف يو ايفر بين ايشود تو عفوا ا يو اس فيزا قالك واش عمرهم طبعوك الفيزا زعما واش عمرك جيتي لامريكان عن طريق سياحه او عن طريق قرايه او عن اي طريقه. الا كنتي نعم جيتي لامريكان غادي ديرهم يس الا ما كنتي جيتي لامريكان غادي ديرهم نو. قالك هاف يو To the United States, or withdraw your application for admission at the port of entry. قالك واش عمرو واش عمرهم يعني رفضوا لك الفيزا ديال الامريكا يعني سواء واش رفضوك يعني الطلب ديالك او مثلا سحبوا لك الفيزا ما حيدوها لك يعني واخا عطاوها لك سحبوها لك او انهم مثلا يعني داروا لك ديبورتي من المطار دميريكا رجعوك لبلادك. الا كنتي نو الا كنتي نعم غادير لهم يس الا كنتي نعم غادير نو الا كنتي عفوا الا كنتي غادي لهم يس الا كنتي نو غادي لهم لا ولا كتبتي لهم يس غيقول لك يعني عطيني الريزن كيف كتشوفوا الاكسبلين.
غالبا المعلومات ديال هادو غالبا تقدروا ديرونو وبلا ما نبقى نطول الفيديو غالبا تقدروا ديرونو حيت غنبقى نسول لكم شي اسئله اللي بطبيعه الحال ماشي ديالنا كينتميو لشي شي دول اخرين اللي هما بطبيعه الحال غادي لكم شي اسئله غريبه ولكن دوك الاسئله كيقصدوا واحد الدول اخرين. سو برايمري اوكوبيشن مثلا هنا تيقولوا لك يعني شنو كدير دابا حاليا، واش خدام، واش كتقرا، واش بيطالي. هنا غادي نبركوا على الاوبشنز هنا agriculture يعني واش مهندس artist واش فنان business واش درتي business ديال communications computer service يعني engineer education هادو كاملين يعني الخدمة ديالك زعما شنو كدير في الخدمة واش الميديكال ولا military. مثلا هنا الا كنتي students كتقرا مثلا كنتي مازال كتقرا سواء في تكوين او في الجامعة او في شي دراسة اخرى غادي تكتب لهم students، غادي دير present employer or school name، غادي دير الاسم ديال المدرسة ديالك، غادي العنوان ديالها فين كاينة، غادي دير العنوان يعني الا كان طويل غتكمل هنا سيتي، غادي دير المدينه او فين كتقرا، هنا ستيت او بروفنس يعني الولايه، هنا بوستال زون يعني زيب كود يعني شنو الزيب كود ديالها. الناس ما كيعرفوش يبدو الزيب كود غادي تكتب الاسم ديال المدينه ديالك او الاسم ديال المؤسسه ديالك في جوجل وغادي تلقى كتب ادريس حداها او زيب كود غادي تعطيك الزيب كود في جوجل. الناس ديال فين كتقرا ولا شي حاجه كيقولك يعني هذا السؤال هذا تيقولك يعني داز ذيس جوب ريكواير ات ليست 2 ييرز of training or experience يعني هاد السؤال هذا تيقول لك يعني واش هاد الحاجه هاد البرونش او هاد الخدمه او القرايه هادي اون جينيرال اي حاجه عمرتها تما تيقول لك واش كتطلب على الاقل تكون عندك واحد العامين ديال الاكسبيريونس غتكتب لهم نو الا حيت شلك تي كتقرا طبيعي الحال ما القرايه ما كيقولكش خاص ضروري يكون الاكسبيريونس. قهوه خدمت الليل كامل ودابا تقريبا 9 الصباح وكندير لكم هاد الفيديو هذا والله مازال ما نعستش. هنا قالك do you have other occupation for example يعني لك انتي مثلا كتقرا غادي دير لهم مثلا القرايه، لك انتي مثلا كتخدم عاوتاني غادي دير لهم عاوتاني yes وغادي دير لهم بلاصه ديال العمل ديالك. occupation do you intend to work in the United States قالك هنا شنو باغي دير شنو باغي دير فاش توصل الامريكان يعني شنو اول شنو الخطه ديالك. سو هنايا غادي تختار مثلا شنو باغي دير هنايا في امريكان. الا مثلا حرتي ما عرفتيش شنو غادي دير، دير بحال اللي كانوا كيديروا الناس وكيف كنديروا حتى حنايا وكيف كيديروا كلشي، دير other راجع لتحت وغادي تكتب مثلا هنايا اني وورك. انا هادي شخصيا درتها حيت فاش كتجي في امريكان في الاول ما كتعرفش شنو غادي دير، يعني غادي تخدم باش ما كان يعني مثلا الا ما لقيتيش داكشي اللي كتخدم فيه مثلا خدام طراز ولا خدام فلاح ولا شي حاجه ما لقيتيهاش هنايا غتكتب لهم مثلا يعني المهنه ديالك ما عرفتيهاش، كتب مهنه بالعربيه ترجمها وكتب لهم الاسم ديالهم تما ساهله. ما كنتيش اسيدي خدام ما كدير والو بحال اللي كنت انا ما كنتش كنخدم ما كنت يعني كنبريكولي غادي تقلب هنا راه كاينه نات امبلويد هاي نات امبلويد هاي الشيء كتبرك لهم على نات امبلويد. وهنايا كيف انا هذه شخصيا كنت درتها شوف ما تخافش حيت انت ما خدامش كتب لهم نات امبلويد. وهنايا كنبركو البريفيوس previous work education training information where you previously employed قالك هنايا واش ديجا خدمتي في شي عمل. سواء كنت درت لهم نو حيتاش ما عمرهم ديكلارو في سينيسيس ما والو. بالنسبه للناس اللي كيخدموا ومن ديكلارو في سينيسيس يعني وخدمه طويله وداك الشيء كيديروا يس وكتكتب لهم المعلومات ديال كيف كتشوفوا المعلومات ديال فين خدام نفس المعلومات كيف كيكونوا في الصفحات الاخرين نفسهم. هنا هاف يو اتندد اني ادوكيشنال انستيتيوشن هنا بطبيعه الحال من بعد البكالوريا شنو درتي يعني او ثاني من المدينه عفوا من المدرسة ديال البكالوريا يعني فين قريتي، قريتي الباك في الليسي وقريتي في الجامعة أو قريتي التكوين المهني سو غادي دير يس. وهنايا غادي تدخل عفوا هنايا تيقولك الهايست هنا فاش دير يس كيعطوك المعلومات اللي غادي تدخل عاوتاني. هنا تيقولك الهايست ليفل اوف ايدوكيشن كومبليتد يعني تيقولك أعلى مستوى وصلتي فيه في الدراسة. فمثلا غنبركو الاوبشنز كاين الهاي سكول ديبلوما كاين الهاي سكول نو ديجري يعني مثلا وصلتي للباك ولكن ما شديتيش البكالوريا، كاين الهاي سكول ديبلوما كاين اللي هي البكالوريا، كاين فوكاشنال سكول اللي هي التكوين المهني، كاين اليونيفرسيتي نو ديجري يعني قريتي الجامعه ولكن ما شديتي لا ديجري لا ليسونس لا والو. هنا كاين اليونيفرسيتي ديجري اللي هي مثلا بحال اللي كنقولوا الدوغ يعني مثلا دوغ ولا ليسونس. هنا كاين الادفانس ديجري الدكتورا مثلا ما لقيتيش شي حاجه اللي هنايا طبيعي الحال خاصك ضروري يكون عندك الباك اللي هي طبيعي الحال على الاقل خاصك تكتب الهاي سكول ديبلوما. وهنا الاذر كتكتب لهم يعني اذر وكدير لهم سبيسيفيك يعني شنو قريتي. سو غادي مثلا دابا انا كنت قريت في الجامعه ولكن ما كملتش لا ليسونس ولا شي حاجه سو غادي نختار اليونيفرسيتي نو ديجري وغادي نختار هنايا
number of educational institution attended، يعني تيقولك شحال من مدرسة قريتي فيها ما بعد البكالوريا، كتحسب حتى البكالوريا يعني كتحسب حتى الليسي. سو الليسي واحد، الجامعة جوج، تكوين مهني ثلاثة، مهم ثلاثة نفترض قريتي شي سونتر آخر ولا شي حاجة ديال أربعة. شحال دابا هنا؟ أربعة. سو بالنسبة لي أنا قريت الليسي وقريت الجامعة غادي ندير جوج. هنا غدير الاسم ديال الليسي ديالك، يعني name of institution، هنا دير الاسم ديال الليسي او دير الاسم ديال الجامعة، بحال بحال. تقدر تبدا بالليسي، تقدر تبدا بالجامعة. غتبقاو تلقى تبارك الله الخبراء اللي كيبغيو يفهموا في كلشي يقولك لا كان عليك تبدا بالجامعة وكذا، ولا تبدا بالبكالوريا الاولى. هادشي امور ما تتحمقش راسك فيها، سو هادشي ساهل. هنا غادي دير الاسم ديال الليسي او الاسم ديال الجامعة. هنا غادي دير العنوان ديال فين قريتي الجامعة او الليسي. هنا street address يعني الكمالة ديال العنوان. هنا city يعني المدينة. هنا state يعني الولاية. هنا ال postal يعني zip code، يعني zip code يعني ديال المدينة ديال فين قريتي. هنا country يعني المغرب أو الجزائر أو تونس. هنا course of study. هنا يا بطبيعة الحال بزاف الناس يبقوا يحماقوا في الجروبات، سواء باش نلخصوها غادي تجي للجنب مثلا. هاي course of study أنا عارف الجواب، ولكن باش نشرحه لكم باش بلا ما يبقاش يهضر بزاف. سو كيقول لك هنا for high school course of study please indicate academic or vocational، يعني for all other educations المثل اللي كنتي قريتي في الليسي او قريتي في الجامعه غادي تكتب لهم academy. degree or diploma، يعني مثلا شديتي الدوك ديالك ولا ليسونس، انا مثلا ما كنتش شديت غادي نكتب نو degree. هنا date of attendance، فوقاش بديتي القرايه في ديك فوقاش بديتي القرايه في الجامعه. سو غالبا حنا كنبداو القرايه في شهر 9، شهر 9 اختار اي نهار ماشي مشكل. فين هو شهر سبتمبر؟ هنا نفترضوا 2014. هنا dates of attendance to، يعني فوقاش ساليتيا يعني من الى. هنا كتبرك على added another. هنا مثلا دابا انا دخلت المعلومات، كيف كتشوفوا دخلت المعلومات ديال الجامعه، دابا غادي ندخل المعلومات ديال الليسي. سو هنا كدير نفس البلان الفوق، يعني الاسم ديال name of institution. يعني ما كنبغيش نطول الفيديو. سو فاش كتعمر المعلومات ديالك غادي غدير next which is work educational، يعني غادي دابا انا غادي ندوز هادو غادي ندير نو. ما ديروش نتوما نو، يعني غير انا هذا كيف قلت لكم هي اكزامبل، يعني غتخليو داكشي كيف ما هو كيف ما عمرنا، عفوا مشى داكشي. سو غادي تخليو هي سميتو غادي تهبطوا لهنايا الخانه الاخرى. هنا قالوا لك يعني additional work educational training information. هنا قالوا لك سيدي have you travel to any countries regions within the last 5 years، يعني قالوا لك واش عمرك سافرتي لشي دوله اخرى في الخمس الاعوام السابقه. الا كنتي سخرتي المغرب غادي دير لهم يس، غادي تعلل فين مشيتي اش من دوله. الا درتي الا كنتي نو غادي دير لهم نو وغتكمل. قالك هنا هاف يو ايفر سيرفد ان ذا ميلتري، يعني قالك واش فايت خدمتي في العسكر في الجيش او اي حاجه ديال البوليس ولا. هنا دو يو هاف ا كومونيكابل ديزيز، ها هما الاسئله اللي قلت لكم. دابا هادو غالب الاسئله كاملين كاملين غادي ديروا نو بطبيعه الحال. بطبيعه الحال غادي ديروا نو. هادشي اللي دابا جيت كنشرح لكم كل سؤال فغادي تجيكم داك الشيء غريب عجيب، تقولوا علاش كيسولنا هاد الاسئله حيتاش لا علاقه. 98% في المغرب والجزائر ما عندهمش علاقه بهاد الاسئله هادي. يعني مثلا هنا تيقول لك يعني واش do you have any communicable disease public health infection such as tuberculosis، يعني تيقول لك واش ديجا كان جاك شي مرض ديال السل. يعني مثلا الا كان ديجا كان فيك السل غادي دير لهم يس، الا كان لا غادي دير لهم نو. Do you have documentation to establish that you have received vaccination in according to United States؟ قالك هنا واش ديجا درتي التلقيحات ديال الميريكان، واش ديجا دقيتيهم؟ الا مثلا ما عمرك دقيتيهم غادي دير لهم نو. سو هنايا مثلا غادي نديرو في الاكسبلين. اكسبلين كاينين بزاف ديال الامثله، غادي نختار مثال واحد. فمثلا نقدروا نكتبوا لهم يعني I will I will provide you with all the vaccination needed in the day of my interview. هذا غير واحد الاكزامبل يعني من عندي. تقدر دير اي اكزامبل، يعني مثلا تقول لهم بلي راه في نهار المقابله غادي نكون دقيت الشوكات وفقا للقانون الامريكي. بطبيعه الحال ماشي دوك الفاكسان تلقيح اللي دوزنا في الصغر، بطبيعه الحال التلقيحات اللي عندهم يعني كيعترفوا بهم القانون، يعني وفقا للقانون ديالهم، يعني التلقيحات اللي غيكونوا دقوهم لك الطبيب المحلف مع القنصليه. سو يعني هذا يعني سامبل، يعني هذا واحد
meet up set, and I will provide you with all the vaccinations once I'm in the interview. Or I will provide you with all the vaccination needed in the day of my interview. So كأي واحد وكيفاش كيكتبها. المقصود السؤال الآخر. Do you have a mental or are you or have you ever been a drug abuser or addict? قالك واش ديجا كنتي مدمن على المخدرات أو كنتي مدمن على العنف أو معنف أو بلا بلا. No. دابا لو كنت كنشرح لكم غادي نطولوا الفيديو. So غالبا no. غالبا. واحد السؤال اللي فيه yes غيكون فيه باللغات نبقى غادي معكم. Have you ever been arrested or convicted? باش ما نكملوش هنا كيقولك سؤال يعني كيقولك ديجا تشديتي بالحبس أو مثلا يعني شدوك بتهمة أنك يعني الشفارة أو شيء أمون جينيرال دخلتي للحبس. No. No. ما كنبغيش نكملهم. Have you? No. No. شوف مبقاش نشرحو حتى جنضيعو الوقت نطولو الفيديو. Have you ever noticed this? No. أسئلة متعلقة هنا بميريكا نتوما ما عمركم جيتو لميريكا. Do you seek to engage espionage sabotage? No. Do you seek to engage terrorists? No. Are you why serving as the government? No. Damn. Are you a member of affiliated with the government? No. إذا فعلت نعم فأنت لن تحصل على الفيزا. ولا no. إلا كنتي نعم كتب لهم نعم يقولك أش من دولة أش دانا لهذا الشيء هذا دير no. Secretary of Homeland Security of the United States ever no. وكيف قلت سابقا دي اس تلغلتي فيها تقدر تفتحها فوق ما بغيتي غير حاول ما أمكاني في شقر المقابلة ديك ما تفتحش دي اس ديالك. Are you likely to become a public charge? No. هنا public charge عقلوا عليها موضوع مهم غيولي في 2021 وغدبا نذكره ونشرح فيه السيمرة ديال الدي اس 5540 اللي كتعلق بالpublic charge يعني واش تكون عاها للمستقبل للشعب الامريكي واش ما غتخدمش ما دير والو. سو كيطلبوا منك بزاف المعلومات تعمرهم باش هكا كيشوفوك واش غادي تخدم وتعول على راسك ولا غتعول على الحكومة. Social security number. Finally, have you ever applied for a social security number? They're no. قالك واش عمرك ابليت على السوشيال سيكوريتي انت ما عمرك جيتي امريكان. Do you want the social security to issue social security? عقلوا عليها ما تقولش دابا نو بريكي ودابا شدوا الفران شويه عليكم وهنا تنفسوا قهوه دير لايك ودير لايك شو دابا ما نسهلش ودير لايك ودير شي كومونتير زوين ودير سبسكرايب وبارطاجي هذا الفيديو هذا مع جميع الجروبات اللي متعلقين بالقرعة وبالهجرة لأنه هذا الفيديو هذا حصري 2021 جديد. سؤالوا في الكومنتيرات وكنتمنى الناس اللي كيفهموا يهبطوا الكومنتيرات ويشرحوا شوية للناس باش هكا نتعاونوا كاملين. لايك لايك ثم لايك وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام. الانستغرام راه مهم راه انستغرام كنحط فيه لي ستوري كنشرح فيه بزاف الحوايج على القرعة الأمريكية على الهجرة. ما تنساوش الانستغرام. الانستغرام راه مهم بزاف بزاف بزاف. هنا do you want the social security administration to issue the social security? Yes. اون جينيرال يعطوك السوشيال سيكوريتي ديالك بطبيعة الحال انت خاصك. Do you authorize the disclosure of information from this form to the Department of Homeland Security? So my requirement blah 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 yes. هنا قالوا لك الا جاوبتي بنو راه ما غاديش تاخذ السوشيال سيكوريتي ديالك انت بطبيعة الحال خاصك تاخذ السوشيال سيكوريتي ديالك. So من بعد ما كان هذه هي اخر بارتي في الدي اس كيف كتشوفوا دي اس هي مهمة وفي نفس الوقت ماشي صعيبة بزاف وما تحتاجش انك تعطي لواحد اخر تخلصوا بزاف الفلوس. ونفس البلان تاع الناس المتزوجين كيف قلت لكم في الخطوة السابقة الأولى كتبرك على ديك ادد ابليكانس ولا كتبرك عليها كتدخل يعني سباوس ولا تشيلدرن كتدخل المعلومات ديالهم نفس البلان يعني كتولي اون فوا كدير ديك ادد ابليكانس يعني كتبرك الخانة اللي تحت عاوتاني السمية ديال راجلك ولا بنتك ولا ولدك وكتدخل نفس المعلومات اللي دخلتيهم نتايا هنايا يعني نفس المعلومات اللي دخلتيهم هنا غتولي تدخلهم هنايا راه ما كاينش شي اسئله اخرين يعني كيف عرفتي دابا هذه راه نفسها غنطبقوها في مراتك وفي ولادك باش الناس العائله ما يقولكش ما شرحت لهمش راه هادشي دابا الا رجعت نشرح لكم كيفاش ديروا العائله راه غنرجع وغنبرك مثلا على الزوجه اللي ضفتها وغنلقى نفس الخطوات اللي درت هنايا يعني غير غنضيعوا الوقت وغنطولوا الفيديو. سو كنحاول ما امكن ما يكونش الفيديو طويل باش هكا نفهموا دغيا دغيا وباش حتى الناس يفهموا. حاولوا ما امكن تبارطاجيو في جروبات حاولوا ما امكن تبارطاجيو لانه فيديو حصري ديال 2021 حتى الاسئله الجداد كيف قلت لكم راني نحاول نشرحها لكم. هنا كتبرك ريفيو وهنا كيف قلت لكم هنا غادي بشويه عليكم ايزي نحاول ننصحكم واحد النصيحه اللي كنصحها بزاف الناس
هنا باش تبرك على الريفيو يعني مثلا بحال كيقولك يعني الخلاصه المعلومات كامل اللي شرحتي اللي كتبتيها. هنا مثلا كتلقى النايم بروفايدر يعني الاسم ديالك اللي دخلتيه كامل، كتلقى سميتك يعني جي دي سفيان، هنا فول نيم يعني مثلا لو بغيتي تكتب باللغه العربيه كتبو، ما بغيتيش تكتبو دير دو نا ابلاي يعني ماشي شي حاجه اللي مهمه. هنا نيكست لوكيشن، هنا الانترفيو، الانترفيو لوكيشن انفورميشن، هنا المقابله ديالك اللي غادي ديرها في كازا. سو هنايا نيكست، سو هنايا الخطوه الاخيره ديد اني وان اسيست يو ان فيلينغ اوت ذيس ابليكيشن. هنا تيقولك يعني واش شي واحد عاونك باش تعمر هاد الاستماره هادي، حتى الراس مازال تفرشي فيا وما محتاجش انك تعمر شي تقول لشي واحد غادي تبرك نو وغادي تزيد. هنا غادي تدخل الكيس نمبر ديالك بلا اصفار يعني 2021 اف، الكيس رقم ديالك بلا هذوك الاصفار الوسطانيين. هنا الباسبور نمبر الاي دي اللي ديال الباسبور غتولي تدخل هنايا، وهنا غتكتب هذا الكود هذا كيف كتشوفوا، وهنا كتبرك هنا ساين اند سبميت. ما غاديش نبرك ساين بطبيعه الحال باش ما صيفطاش لان البنت محتاجاها. وشكرا بزاف الاسم ديالها خاوله، تحياتي لك خاوله، شكرا بزاف على هذا. هنا غيكون الخاتمه ديال الفيديو، دي اس ماشي شي حاجه كبيره، شرحتها بالطريقه الجديده، عطيتكم النقط اللي مهمين. ما تنساش دخل ندير الانستغرام، الانستغرام انستغرام ما تنساش دير لايك، راه كلشي على لايك باش يطلعوا الفيديو باش كلشي يستافد ان شاء الله، راه مهم محتاج دوك لي لايك ومحتاج كومونتيرات زوينين تشجعوني باش ان شاء الله مازالين فلوغات فيديوهات جداد. راه ما بقاش ديما نهضر على القرعه، راه غير واحد النهار ندير غير الفلوغات السفريات الحياه هنا، كيفاش تلقى خدمه، كيفاش تجي عن طريق عاوتاني الدراسه، عن طريق مثلا طرق اخرى اللي كاينين من غير القرعه. سو حاول ما امكن ما تمشيش بعيد، تبعني في الانستغرام، تبعني في اليوتيوب، فعل الجرس باش يوصلوك النوتيفيكيشن يعني الاشعارات. ما تنساش بغيت دعوه فقط يعني دعي مع اخوك ان شاء الله يسهل ليا حتى انا داكشي اللي تمنيت. تهلاو لي بزاف بزاف راسكو، وما تنساوش كنبغيكم بزاف والله. اديوس.